علينا الشيخ الديلي ابراهيم ما تيسر من آية الذكر الحكيم. فليتقدم الشيخ الديلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. سل الحزب الجمهوري مهرجانه لعيد الفطر عن الحقوق الأساسية في الدستور. وفي ليلة البارحة قدم الأستاذ محمود حديثا عن الحقوق الأساسية، ماهية الحقوق وحماية الحقوق. وفي هذه الليلة يتحدث الأستاذ محمود عن الموقف السياسي والحقوق الأساسية والحق أن الموقف السياسي يدور كله حول الدستور. في الآونة الأخيرة في أحداث كثيرة جدا ذات صلة بالدستور، تعديل المادة 5.2 التي بها حل الحزب الشيوعي، ثم تصريح السيد الأزهري الأخير في عيد الفطر، ثم المحاكمة الأخيرة، محاكمة محكمة الردة التي حكمت فيها المحكمة الشرعية بردة الأستاذ محمود. هذه المحاكمة ذات صلة بالدستور، لأننا نعتقد أن هذه المحاكمة تسلب حقا أساسيا من مواطن يجب أن يتمتع بالحق الأساسي. حوادث كثيرة مسودة دستور عام 67، الخلط الشائع، الاضطراب الواضح، راية الاشتراكيين وراية الميثاقيين، كل هذه الحوادث في الموقف السياسي ذات صلة بالحقوق الأساسية. يحدثنا الأستاذ محمود بحديث مستفيض عن الموقف السياسي والحقوق الأساسية، فليتقدم الأستاذ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا في الحلقة الثانية من مهرجان الحزب الجمهوري في الحقوق الأساسية عن الموقف السياسي الحاضر والحقوق الأساسية. والموقف السياسي الحاضر أمر ما فيه شيء غريب عن مألوف الناس، وهو عجز السودانيين عن أن يحكموا أنفسهم. ما فيه شيء جديد في الصورة دي، لأنه من بداية العهد الوطني زي ما قلنا مرات كثيرة ظهر عجز السودانيين عن أن يحكموا أنفسهم حكم رشيد.
إذا كان في شيء جديد في الأمر ده هو أنه عجز الزعماء في أن يحكموا الشعب ويحققوا للشعب تطلعاته المنتظرة من الاستقلال ومن الحرية، عجزهم جعلهم يسرعوا ليحموا أنفسهم بما سمي الدستور الإسلامي. العجلة اللي احنا شايفينها لتمرير ما سمي بالدستور الإسلامي هي في الحقيقة محاولة لأن يغطي زعماء البلد فشلهم في حكم البلد بصورة من القداسة. العجلة دي أنا أفتكر هي الأمر الجديد. الجمهوريين عندهم شعار هنا، أنا أفتكر ده بلخص الموقف. آفة هذا البلد أن الجهل حاكم، ومرات كثيرة عندما تكلمنا ونقدنا مسألة عجز السودانيين عن أن يحكموا أنفسهم قلنا ما في داعي أن تكون في مرارة في نقدنا نحن لزعماء البلد في أن يحكموا البلد حكم صالح، لأنك يمكن أن تقبل الوضع ده على اعتبار أن الحركة الوطنية من أول أمرها ما اتجهت ليكون فيها ثورة تمحيص مواجهة لتعلم الشعب وتعلم زعماء الشعب. ومرات كثيرة برضو في كلامنا على المواقف السياسية كنا بنقول أنه إذا كان الحركة السياسية في الثلاثينات والأربعينات ومنتصف الخمسينات لغاية ما خرج الاستعمار لغاية نهاية سنة 55 حيث أخذ البلد استقلاله في أول سنة 56، إذا كانت الحركة الوطنية في المدى ده كله ما أعطت السودانيين شعب وزعماء فرصة ليتعلموا من مواجهة الاستعمار المواجهة الصريحة، أصبح كأنما السودانيين قادوا الشعب بتعلموا أثناء الحكم الوطني. أنا أفتكر إذا كان نحن نظرنا للقضية بالصورة دي في أثناء الحكم الوطني نحن بنحصل ما فاتنا في مراحل مواجهة الحركة الوطنية للاستعمار. حركتنا الوطنية ما كانت مواجهة للاستعمار لأسباب بديناها كثير، عندما قلنا أنه مثلا بلدنا كان واقع تحت استعمار فريد من نوعه اللي هو الاستعمار الثنائي، دولتين مستعمرات كان للسودان. اتفق أنه الحركة الوطنية برضو كانت فيها الثنائية، بمعنى أنه كانوا في ناس مع الحاكم المصري أو المستعمر المصري وفي ناس كانوا مع المستعمر البريطاني. الناس اللي مع المستعمر المصري مشوا قعدوا مع المصريين هناك وسلمون القضية، والناس اللي قاعدين مع المستعمر البريطاني ما كانوا بيروا ضرورة لمنازعته وكانوا مسلمين له أن يطور البلد للحكم الذاتي. المسألة دي تكلمنا عنها كثير نحن الجمهوريين في ليالينا وفي ما كتبنا من مناشير ومن مقالات. لذلك الحركة الوطنية مما انبثقت في أوائل الأربعينات في مضمار مؤتمر الخريجين في أواخر الثلاثينات في الأحزاب في أوائل الأربعينات لغاية ما جاء الاستقلال نتيجة لتنافس الدولتين المستعمرتين للسودان، نتيجة لتنافس الكتلة الشرقية والكتلة الغربية. في المراحل دي الحركة الوطنية ما كانت وجدت فرصة لمواجهة الاستعمار. ما فاتنا بنحصله في داخل الحكم الوطني، وأنا أفتكر نحن محصلينه ماشيين فيه بصورة يمكن للإنسان أن يرصد فيها حسنات كثيرة كانت لمصلحة الشعب. قلنا من المواقف اللي يمكن أن نقيس بها تحصيلنا في مضمار الحكم الوطني للوعي اللي فاتنا في أثناء الحركة الوطنية أن مرحلة الديمقراطية الأولانية من سنة 53 لسنة 56، مرحلة الحكم الذاتي من سنة 56 لغاية قيام الحكم العسكري سنة 58،
السودانيين ما كانوا شاعرين بقيمة الحرية، كأنه الشعب السوداني ما قاتل وناضل وضحى بماله بدمه براحته بالقدر الكافي في سبيل إحراز الحرية ليعطيها قدرها. جاء الحكم العسكري بعد فساد الأحزاب لحكم البلاد، جاء الحكم العسكري في نوفمبر سنة 58، استمر الشعب 8 سنين تحت نوع من الاضطهاد والكبت. سنة 58 مجيء العساكر، استمر الشعب تحت لون من الاضطهاد ومن الكبت ومن السيطرة الفردية 6 سنوات. قامت ثورة اكتوبر، لأول مرة شعر الشعب في ثورة اكتوبر بقيمة الحرية واسترداها الشعب، بخلاف ما كان عليه الوضع في الفترة الأولانية. شعبنا في اكتوبر، في ثورة اكتوبر، استرد حريته من حكم الجيش بدون قيادة. وناس كثيرين بيمجدوا ثورة اكتوبر وفعلا بيستغربوا فيها. بعض الاخوان اللي جونا اخيرا من الدول العربية، يونس الدسوقي، كان بيكلمنا فعلا عن استغراب السوريين مثلا لهبة الشعب السوداني لاسترجاع حريته من حكم عسكري. السوريين واقعين تحت الحكم العسكري من أيام ثورة حسني الزعيم في سنة 48 أظن. كل انقلاب يحصل في سوريا انقلاب من الجيش ضد الجيش بالصورة دي، لكن الشعب ما استطاع أن يعمل حاجة فيه. الحكم العسكري برضو في العراق ما استطاع الشعب أن يعمل فيه شيء. الحكم العسكري في مصر ما استطاع الشعب أن يعمل فيه شيء. الحقيقة ما في الانقلابات العسكرية كلها الشعب أعزل استطاع أن يزيل الحكم العسكري إلا الشعب السوداني، وحصلت بصورة برضه غريبة، بمعنى أنها ما عندها زعماء يوجهوها، ما عندها تخطيط، ما عندها خطابة وإثارة ولمة للناس حول القضية. الناس تلموا بفعل العناية الإلهية، وحدت قلوبهم ضد الحكم العسكري وهبوا كلهم بصورة كأنما كل واحد هو صاحب الثورة دي. أتاني حصلت تقدم الأحزاب اللي قبلك زيفت الحكم وخلت الديمقراطية مهددة بالحكم العسكري، زحفت تاني مرحلة مرحلة لغاية ما استغلت جهل الشعب والغفلة وعدم التربية السياسية الرشيدة، طورت الحكم وحورته خطوة خطوة لغاية ما رجعت به إلى مرحلة يمكن للإنسان أن يقول أنها أسوأ من موقفنا سنة 58. البلد في الوقت الحاضر هي في مرحلة من سوء الحكم أسوأ مما كانت عليه سنة 58، وما منع هذه الديمقراطية من أن تزول بأن يقفز واحد من العساكر على السلطة بانقلاب عسكري، إلا أن العساكر جربوا تجربة غضبة الشعب في سنة 64. لولا أن الحكم العسكري جربناه والعساكر عرفوا قيمة في الحقيقة في ثورة سنة 64 لكانت الديمقراطية دي زالت من زمن. الموقف الحاضر هو في الحقيقة امتداد للصورة أن احنا شايفينها على مدى حكم الوطنيين السودانيين لبلادهم. الحاجة اللي بيطمئن لها الإنسان ويكون بها فرح هي أنه في الوقت اللي الزعماء بيفسدوا أداة الحكم الشعب بيتعلم. الزعماء في مرحلة براهم والشعب في مرحلة أخرى، الزعماء في مركب براهم والشعب في مركب آخر، وكلما أفسدوا الناس المتولين الحكم في الحكم كلما تعلم الشعب بخيبة الأمل وبالتجارب المستمرة في اتجاهات قيادة زعاماته. أنا أفتكر أنه إذا كان في حاجة واحدة جديدة
هي أنه في مرحلة تضليل جديدة مفتوحة للناس، أن يكون في تزييف للحكم باسم الدستور الإسلامي، محاولة للزعماء أن يدخلوا في مرحلة جديدة يطلوها على الشعب كأنهم جدد، كأنهم يتغيروا، كأنه جاء الإسلام على إيدهم. والشعب السوداني يمكن أن يضلل بالإسلام. أنا أفتكر أنه دي من حسناته كما هي من سيئاته. من حسناته لأنه شعب بحب الإسلام، متعلق بالإسلام، بفد الإسلام، أي بارقة فيها إسلام شعبنا ممكن أن يتضلل بها لمحبته للإسلام. محبته للإسلام من حسناته. الناس اللي بيحاولوا أن يضللوه وكونه محبته دي بتمشي لغاية ما تطوع ليها أن يتضلل، دي يمكن أن تعتبرها من سيئاته، لكنها في الحقيقة سيئة باستمرار بيتنبه لها. في وقت من الأوقات كانوا الناس لما يتكلموا عن الإسلام من المنابر، مثلا الجمعية التأسيسية الأولانية لما كانوا زعماء جبهة الميثاق والناس الماشيين معاهم بيقولوا أنه الإنسان اللي بيصوت لجبهة الميثاق صوت لله، ده صندوق الله، اللي بيصوت لغيره كافر، بيصوت لغيره بيعمل عمل يغضب الله. في كانوا ناس بتأثروا، في ناس بيخافوا فعلا. أنا أعرف اثنين من جماعتنا من الوطن الاتحادي قالوا، الشيخ عواد عمر قال في خطبة العيد أنه اللي بيصوت لغير جبهة الميثاق كافر. قالوا نحن ما لنا مال الكفر، نحن رح نصوت لجبهة الميثاق. لما جاءت المسألة في الجمعية التأسيسية الأخيرة الناس عرفوا أنه الكلام ده فاضل، كلام ده باطل وكلام فارغ، وأنه ده الحرامية. واحد من الإخوان اللي جاء من دنقلة قال أنه الناس البسطة في دنقلة لما مروا جماعة جبهة الميثاق وقالوا يقوموا يتكلموا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل المرسلين أما بعد أيها الناس اتقوا الله، قال يقولوا أنه الناس دي الجونة بيشنوا اتقوا الله دي ما قاعدين يقولوا لي الناس كلهم هنا، دي الحرامية بس. هذه المسألة دي ما هي حاجة سهلة، كون الشعب يوعى من أن يضلل بالإسلام في مرحلة معينة وبسرعة يتنبه إلى أنه هو عايز الإسلام، لكن الناس اللي بيدعوا للإسلام بالصورة دي هم في الحقيقة ما هم مخلصين للإسلام. أنا أفتكر ده مكسب كبير. المكسب ده جاء من فساد الحكم، نحن بندفع ثمن تعليمنا. أنا بفتكر ما عندنا حاجة نأس لها في أنه حكم البلاد ده فاسد. أنا أعتقد أنه ده الوضع الطبيعي أن يكون الحكم فاسد لنتعلم نحن لنوعى. ناسنا المتولين أمور البلد في الوقت الحاضر بطبيعة ما عندهم الإمكانية العلمية ولا الخلقية ليصلحوا الحكم إصلاح تام، لكن لو كانوا أذكياء بعض الذكاء كان يمكن أن يطلوا حكمهم بنوع من الحق ونوع من الباطل، ده بديه أجل أطول. اللي قلة ذكاهم الفساد بقى ظاهر لغاية ما وصلنا مرحلة هسا بقوا ما بيسألوا في النقد إطلاقا. أنا بفتكر أنتوا بتتذكروا القضية بتاعت مثلا الوكيل الدائم بتاع وزارة التجارة، شوفوا الأمر اللي قام فيها والضجة اللي قامت فيها من الصحف والنقد اللي قام فيها والاتهامات اللي قامت حتى في الجمعية التأسيسية، ما حد يسائل ووصلوا الدرجة دي. وده من حسن الحظ أنا بعتقد، لأنه لما ما يهتموا للنقد ولما يكون الفساد واضح ومكشوف ده مما يوعي الشعب ويعينه على أن يفهم بسرعة. لكن أنا أفتكر أنه المرحلة المقبلة اللي بحاول الجهل ده أن يضلل الناس فيها باسم الإسلام لابد أن تجد مننا موقف، تجد من الناس الواعين موقف للكشف وموقف للإبانة ليسرع العمل في توعية الشعب خطوات أكبر. نحن الجمهوريين ما عندنا حاجة بنعتقد أنها يمكن أن تدفع عن الشعب ده إلا الشعب نفسه بعناية الله وبتوفيق الله للشعب، لكن إذا كان الشعب ما يعمل لنفسه ما يمكن أن يعمل له إنسان خير. والديمقراطية بطبيعتها زي ما قلنا دائما هي حكم الشعب الرشيد. الديمقراطية لما بتتركز في أن في ورقة الانتخاب مثلا
ورقة الانتخاب يمكن المظهر الخارجي للديمقراطية لما بتتركز فيها في ورقة الانتخاب كأنها بتقول أنك أنت عندك فرصة لتختار، معنى أنك بتنتخب أنك بتختار، والاختيار بيقتضي واحد صدق في الأخلاق، اثنين مقدرة على التمييز، وده ما يمكنك أن تسمي به، وأن الحكم الديمقراطية أصلها حكم الشعب الرشيد لنفسه. الديمقراطية أرقى أنواع الحكم. بيحصل أن بعض الناس يسيئوا تطبيق الديمقراطية، مش البلاد المتخلفة، الديمقراطية في مجالات كثيرة تطبيقها بيساء، لكن ما من أحد عاقل يقول أن الديمقراطية معيبة. العيب ما ممكن يكون في الديمقراطية، العيب في الناس اللي بيطبقوا الديمقراطية، وما أحد من الناس عاقل يقول أنه هو كفر بالديمقراطية، كفر بالزعم اللي بيفسدوا تطبيق الديمقراطية. ولحسن الحظ أنه كل ما الزعم أفسد تطبيق الديمقراطية الشعوب بتوعى لتأخذ منه السلطة لتعطيها لغيرهم، وحسنة الديمقراطية هي أن الشعوب بتقدر أن تغير بدون ما تحتاج لثورة بيضاء أو حمراء. ولذلك الديمقراطية الفاسدة أحسن من الدكتاتورية الرشيدة، إن صح أن الدكتاتورية يمكن أن تكون رشيدة. الديمقراطية فسادة أحسن من صلاح الدكتاتورية، لأن صلاح الدكتاتورية صلاح مظهري. نحن مثلا بنعرف أن العساكر لما عملوا منجزات، بعض الناس يقولوا أنهم والله الحكم العسكري كان أفضل من الوضع ده. أنا أفتكر أنه بيتكلموا المسألة دي من نوع العطف على الديمقراطية ليحضوا الناس ليغيروا بس، لكن إن جو في الجد في الموضوع ده ما يمكن لأي سوداني أن يختار الحكم الدكتاتوري أو الحكم العسكري بديل عن الحكم الديمقراطي، لأنه زي ما قلنا حسنات الديمقراطية أنها بتستطيع أن تصحح خطأ. ماذا نحن بنستطيع أن ننقد مثلا أزهري وننقد محمد أحمد محجوب، ننقد السيد الهادي، ننقد زعماء الأحزاب الكبيرة والناس المسؤولين في النظام الديمقراطي، نحن بنستطيع أن نصلح وأن نصحح، لكن ما كان واحد مننا بيستطيع أن ينقد الحكم العسكري وحلوا الأحزاب فعلا وانتهوا منها. لذلك الثورة كانت مكبوتة في صدور الناس لغاية ما استعلنت وانفجرت مرة واحدة، فكانت مفاجأة لكل واحد. فالحكم الديمقراطي ما في له بديل، لكن في اللحظة الحاضرة وفي مرحلة تمرير الدستور الإسلامي الحكم الديمقراطي مهدد بأن يزيف لترجع المسألة لصورة من الحكم الدكتاتوري مغلف بقداسة الإسلام. الناس اللي بيتكلموا عن الموضوع ده كثيرين في الوقت الحاضر، لكن جهالات واضحة، ما من أحد بيكتب في الناحية دي إلا يمكن كشفه بسرعة، لأنه بتلقاهم، وده لحسن حظ الشعب السوداني وتوفيق الله له، بتلقى الناس اللي بيكتبوا في الناحية دي عندهم فجوات وجهل بالنظام الديمقراطي وبالنظام الإسلامي، ولذلك ما بيستقيموا، لكن في مخاطبة لعواطف الشعب. وبطبيعة الحال النظام الطائفي مكتل الشعب ليمرر المسائل دي بالأغلبية الميكانيكية. والبارح نحن قلنا أن الخطر المواجه الشعب السوداني هو خطر على أي حال مرحلي، لكن النتيجة في الآخر لابد أن تكون وصول الشعب السوداني لمراتب الكرامة والشرف والمعرفة. الخطر المرحلي جائز أن يمر دستور إسلامي جاهل بالأغلبية الميكانيكية في الجمعية التأسيسية، فيدخل الناس في تجربة لحكم إسلامي جاهل، يدخل الناس في تجربة لحكم مهدية جديد، الخطر ده فيه. والناس اللي بيدعوا للدستور الإسلامي مثلا زي السيد إسماعيل الأزهري، زي أجهزة الحكم مثلا وزارة الاستعلامات أصدرت كتاب بتقول فيه أن الدستور الإسلامي كان مطبق في المهدية. أنا الغبل اللي بقوله لكم والجهال اللي بقوله لكم أنها بتتصل بالناس اللي بيدعوا كشفها ظاهر، لأن واحد لما يقول لك مثلا الدستور الإسلامي كان مطبق في المهدية كأنما هو عايز يعيد حكم المهدية مرة تانية بدعوة للدستور الإسلامي. هذه ما بتكلف الناس شيء كثير ليكشفوها. الجهات اللي يمكن أن تجوز عليها الدعوة زي دي كثيرة في الحقيقة، ولذلك الخطر قائم. أنا أفتكر ناس مدرمان، ناس الخرطوم، ناس مدني، ناس المدن الإقليمية يمكن أن يعرفوا الخطر ده، لكن في الجمعية التأسيسية أثرهم في المرحلة دي ما كبير،
إلا إذا استطاعوا أن يكون تأثير أكبر من مقدارنا العددي. وده ممكن الناس الواعين لو قاموا وعملوا وما كانوا سلبيين. الإنسان الواعي الواحد يمكن أن يزن عشرات أو ميات من الناس المواعين. إذا كان الأمر ده ما حصل، إذا كان الواعين ما استطاعوا أن يكون تأثير أكبر من مقدارنا العددي، الخطر قد يكون أنه الجمعية التأسيسية تمرر صورة جاهلة باسم الإسلام وتجي سيطرة من الحكم الإسلامي، بيكون في فساد في الحكم بوعي الشعب بسرعة. لكن أنا بفتكر وده كلام قلته مبارح، قد يكون معه خطر أنه كثير من مستويات الشعب السوداني تلج عن الإسلام برضو، وتكون تربة خصبة للدعوة الإلحادية والدعوة الشيوعية. وأنا أكد لكم أن الشيوعيين اللي عندنا في الوقت الحاضر ما بيقوا شيوعيين إلا لأن الناس الجهل اللي بيمثلوا الإسلام كرجال دين أيأسوا الشباب منه، والشباب ما كانت عنده الحكمة والمعرفة الكافية ليقول أن رجال الدين أخطاؤهم معاون والإسلام بريء. فقاموا حكموا على الإسلام بحكم أخطاء رجال الدين، حكموا عليه بالقصور، انصرفوا ليبحثوا الحلول عن مشاكلهم في المذاهب الأخرى جاءت الشيوعية. إذا كان الطائفية وجبهة الميثاق فقهاء الفقهاء اللي عندنا مشوا باتجاههم ده ليجيبوا للبلد حكم إسلامي، قد يكونوا هم دعاة للشيوعية أكثر من عبد الخالق وجماعته، وقد يكون البلد فعلا معرض إلى أن يلج عدد كبير من الناس عن الإسلام تماما. بتجي مرحلة الشيوعية، ده كله افتراض وأنا بفتكر أنه بعيد لكنه مفتوح، الاحتمال فيه مفتوح، إذا جاءت مرحلة تجربة الشيوعية الشعب برضو راح يلقى المرارة وبيقى خيبة الأمل وبيرجع منها. وفي آخر المجال العالم كله، ودي حاجة أنا واثق منها كل الثقة، العالم كله في آخر المطاف ما عنده غير الفكر الإسلامي. الشيوعية في مراتبها السع وفي مجالاتها بدأ فشلا. الفكر الماركسي فكر جيد كمرحلة، يعني في تاريخ البشرية في تطور البشرية كان ضروري يظهر ماركس ويظهر لينين ويجي التطبيق السوفيتي. روسيا في ظهورها اللي ظهرت به كمرحلة في تاريخ الإنسانية، في قسمة العالم لكفتين يتنازع بيناتهم في الثنائية القائمة اللي هي مرحلة ضرورية قبل وحدة العالم. الفكر الماركسي كان مرحلة تاريخية ضرورية. الخطأ البيجي هو أن يعتقد الماركسي أن نظام ماركس هو نظام البشرية بكرة، ده حتما وقولا واحد أنه خطأ. لا يمكن للماركسية أن توجه مصير البشرية بكرة. لذلك إذا كان السودان تورط في تجربة الماركسية راح يوعى برضو، هيبقى الخطر المواجه والخطر المرحلي ده. وأنا بفتكر أنه احتماله ضعيف، لكن من الحكمة ومن العقل أن الناس يعطوه وزن أكبر مما هو على حقيقته ليكون في احتراز منه. إذا كان جاءت المسألة زي ما نحن بنعتقد وده الاحتمال الأكبر، هو أنه الناس اللي بيزيفوا الإسلام باستمرار بينكشفوا من عمل من دعاة الإسلام وبينكشفوا من تفشيل من الله لهم. إن الله لا يهدي كيد الخائنين. دعاة الفكر الإسلامي فيه الناس منتفعين بالتنظيم الإسلامي في اللحظة الحاضرة، في ناس بيجيهم أموال من برا يمولوا بها صحف ويمولوا بها دعوة ويمولوا بها أنظمة. الأموال اللي بتجي من برا ما غرض الإسلام. مثلا أنت شفت في الصحف 70,000 جنيه من الملك فيصل لأربع منظمات إسلامية هيئات إسلامية بتدعو للإسلام في البلد، شفت الحكاية دي في الصحف. إذا كان خبر صحيح أو خبر جرائد ما هو صحيح، الحاجة المؤكدة أنه في تمويل من الخارج بيجي للهيئات الإسلامية، بدليل مثلا بناء المساجد، بناء مسجد مثلا لأنصار السنة في الخرطوم، بناء مسجد لأنصار السنة في أم درمان من الملك فيصل. ده ما هو عمل للدين. الملك فيصل في بلده ما عنده إقامة للدين بالصورة اللي تشرف الدين، لكن وضعه ده فيه استغلال للدين للعمل السياسي. هو في الحقيقة بدس في بلدنا الناس اللي بيقوموا بالحركة الدينية، هو في غرضه
أن إناهي الدعوة جمال عبد الناصر للقومية العربية. جمال عبد الناصر داعي لوحدة العرب تحت زعامته بصورة واضحة بأسلوب القومية العربية. فيصل داعي للحلف الإسلامي والمؤتمر الإسلامي. جبهة الميثاق الإخوان معادين لجمال، ماشين في ركاب الدعوة بتاعة أنصار السنة، بمولهم للأغراض دي. ويمكن المال اللي بيجي يبني بيه هنا شعب وححوج له، شعبنا نحن اللي كان تحت الاستعمار بيرسل للسعودية حتى العامل الفني البسيط. المدرسين عايزين مننا والعمال عايزين مننا والفنيين بأي صورة، مع أننا نحن متخلفين. يبقى بلده أشد تخلف بكثير مننا، هو أحوج يعني يصرف الأموال دي هناك لولا أنه دعوة السياسة هي الحافظة ولي أعمل ده. يمكنك أن تقول أنه من الوضع السياسي الراهن الرديء جدا، هو في الحقيقة امتداد الوضع السياسي عندنا، ما عنده شيء جديد، هو امتداد للصور الماضية، أنه بلدنا ده تدخل فيه الأموال لتمويل الأحزاب وتمويل الصحف، ثم لا يسأل إنسان ليه بتدخل الأموال دي. مين يقول أنه حزب سياسي بيمول صحيفته بأموال من الخارج يمكن أن يكون مخلص للبلد؟ زي ما قالوا أطعم العين أطعم الفم تختشي العين. لا يمكنك أنت أن تفتح صدرك لأموال تي من السعودية ثم لا تكون مستعد أن تلبي دعوة السعودية حتى لو كانت ضد مصلحة بلدك، لكن بتلبسها على نفسك وعلى الناس الآخرين، أن الإسلام ما عنده وطن، أن المسلمين كلهم إخوة، أنك أنت ممكن تأخذ مال من المسلم لتستعين به على نشر الإسلام في بلد، كل تضليل. ولكنه تستطيع أنت أن تضلل به ونفسك وتضلل به وشعبك. نحن في بلدنا ده ما بتنكر المسائل دي، ليه؟ لأنه حركتنا الوطنية من الأول قام على الرشوة، من الأول نحن كنا بنرتشي من المصريين. زعمانا الاتحاديين لما مشوا من هنا كانوا زعماء بعيشوا ضيوف على الحكومة المصرية في أعلى الفنادق. الحكومة المصرية كانت طرف في الاستعمار، ثم في جميع أوقاتنا كانوا في زعماء عندنا هنا بياخذوا مرتبات من الحكومة المصرية. ما غريب علينا بقت المسألة دي، التفكير الرسمي ما غريب عليه أن تجي أموال حرام لتتمول بها أحزاب وصحف في البلد ده. لكن لو كان في أي وعي عند الناس الحكام، أو لو كان الشعب كان صاحب مصيره واعي بالصورة الكافية، ما من شك أن أي إنسان يتمول من الخارج يمكن أن يكون خاين تول، ويمكن أن يحاسب على عمله ده، ولا يمكن لإنسان أن يكون ولاه لجهتين، خاصة إذا عرفنا التوكيد ده أن الأموال اللي بتجي من برا أموال ما هي للإسلام، وإنما هي لاستغلال الإسلام في أغراض سياسية. الأموال دي استغل لاتجاه الدستور الإسلامي. الناس الماشين وراها أنا أفتكر أنه عندهم سذاجة في القاعدة شديدة. الواحد قد لا يلوم عامة الشعب على السذاجة والطيبة دي، لكن الإنسان اللي نال حظ من التعليم حقه يكون أزكى من أن يصير القمة. نحن ما بنحاسبها لأنها منتفعة بالتنظيم، ما بنحاسبها في المرحلة الحاضرة لأنها ما بتسمع. لكن أنا متأكد من حاجة، أنه راح يجي وقت للشعب ده ليحاسب الناس. وما تتصوروا أنه مسألة التطهير في ثورة أكتوبر كانت عبث، ما تمت، لكن كانت تمني الشعب. بتجي المرحلة اللي يمكن التطهير فيها أن يكون نافذ، لأن الشعب في الوقت ذاك بيكون أقوى مما كان هسا. الحاجة اللي خلت مسألة التطهير معت أن الناس المطهرين قدروا يستولوا على السلطة، ولذلك موعوا التطهير. لكن راح يجي مرحلة تانية، الناس المطهرين راح يطهروا تماما، والناس المحاسبين راح يحاسبوا تماما. نحن هسا في المرحلة دي ما بنقدر نقول أنه كلامنا ده ينصرف لزعماء التنظيمات المنتفعين من استغلال الإسلام، لكن ممكن أن نمشي لهم كتحذير. من المؤكد أنه راح تكون عواقب اللعب بالشعب ده ماها مأمونة. الموقف السياسي الراهن
في السياسة الخارجية رديء، وبرضو ما هو أمر جديد. هو دائما بتلقى أنت السياسة الخارجية بساقات للسياسة الداخلية، بمعنى أنه الحكومة الوثيقة المقبولة المطمئنة إلى وضعها في الداخل بتستطيع أن تكون حكومة قوية في الخارج، ولا يمكن أن تكون حكومة مهزوزة في الداخل عندها في الخارج صوت أو شخصية. كل ما قيل عن السياسة الخارجية دائما من جميع النقاد أن سياستنا الخارجية تابعة تبعية شنيعة. السياسة الخارجية بيصنعها جمال عبد الناصر، سياسة العرب كلهم تقريبا بيصنعها جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر بدأ ضعفه بصورة واضحة، لكن كثير من الناس ما قادرين يوافقوا أو يروا الصورة دي. الكتاب بصورة معينة عندنا نحن في السودان صحفنا لغاية الآن مضللة في الاتجاه ده، لغاية الآن ما حد قدر يقول أنه اتجاه السياسة العربية اللي تابع لها السودان بالصورة دي اتجاه خطير، اتجاه خطأ. نحن الجمهوريين لما نتكلمنا عنه كانوا في بعض الناس اللي بيعتقد أنه الجمهوريين مخزلين، الجمهوريين متعاطفين مع إسرائيل، الجمهوريين ما هن عمليين، كل الاتجاهات كانت بترمينا نحن بشتى الظنون، مع أن الكتاب اللي كتبه الحزب الجمهوري الناس ماشيين له ونزلوا عن مستوى طلبات الحزب الجمهوري في المفاوضة. أسع في الوقت الحاضر اتجاه جمال عبد الناصر لإزالة آثار العدوان، وإزالة آثار العدوان معناها الرجوع عن الأراضي اللي أخذت في سنة 67 دي ما قادر يصليها، ما خلى حاجة الحقيقة مع في كل جهة. والكتاب اللي جاتكم هنا وجريدة الرأي العام نشرت بعضها أنه المقابلة اللي أجريت مع الصحفي الأمريكي كان لسان جمال عبد الناصر فيها مزدوج، كان في كلام يقوله للغرب وكلام يقوله للداخل، ترجمته الأهرام بصورة فيها تمليق وتضليل للشعب العربي. الكلام ده نحن قلناه بدري في كتاب الشرق الأوسط مرصود الآن أنه في لسانين بيخاطبوا بهن الزعم العرب، العرب الشعوب العربية بيتكلموا مع الخارج كلام وبيتكلموا مع الداخل كلام. قبل أيام قليلة جابته الرأي العام في صفحة الأخيرة كترجمة وضعت الأهرام لتساؤلات في الغرب فهمت بصورة وعند العرب فهمت بصورة ثانية. قالت بعض الصحف قالت حكمة اليوم، نشرت الصحف الإسرائيلية حكمة اليوم، قالت حكمة اليوم قال فيها جمال عبد الناصر للصحفي الأمريكي: أنتم بتطالبون بالمفاوضات مع إسرائيل، هل أنتم مستعدين تفاوضوا إنسان احتل أراضي الولايات المتحدة قبل ما يجلوا منها؟ بعدين قال له: أنا أكلمك بحاجة، نحن قبل كده فاوضنا اليهود في هدنة سنة 49 فاوضناهم ونحن مستعدين نفاوضهم الآن. ده كان الكلام بتاع جمال عبد الناصر للصحفي. بعدين الصحف الإسرائيلية نشرته كحكمة اليوم لأنه فيه بلاها ظاهرة، بمعنى بتقول أنت أنه هم يجوا أول شيء من أراضينا بعدين نحن نفاوضهم، لنفاوضهم من موقف قوة. كانك بتقول لهم أنتوا أقيفوا موقف الضعف ودونا فرصة لنقيف موقف قوة لنفاوضكم، كانك بتقول نحن بالسلاح ما قدرنا أن نزيلكم لكن أنتوا زولوا عشان نفاوضكم. أنا أفتكر أنه أي إنسان سياسي بسيط ما يفهم الكلام ده إلا كلام غبي، لكن نحن هنا السودانيين اللي تابعين بدون فهم صحفنا تمشي في التطبيل باستمرار للاتجاه ده، ما نستطيع أن ننقد حكومتنا ولا نستطيع أن ننقد القيادات الثانية. الشعوب العربية خزلان جاي من الزعم العرب، الشعب السوداني خزلان جاي من قياداته مش منه هو، والشعب السوداني دلل على المسألة دي لأنه انتصر في ثورة أكتوبر بدون زعامات، ولو كانت فيه الزعامات كانت ثورة أكتوبر ما كانت تقوم. الشعوب العربية بتنتصر إذا كانت زالت منها الزعامات اللي استزلتها السحق وجعلتها تابعة، وما في شعب بحارب إذا كان هو ما كريم.
الحرب عمل الأحرار مش عمل العبيد. زعاماتنا قايمة على أن تزل الشعوب ثم تطلب منها أن تنتصر بها ثم تضللها ثم باستمرار الاتجاه خطأ. أنا بفتكر أنه سياستنا نحن موقفنا السياسي رديء جدا في الداخل وفي الخارج، وسببه هو أننا شعبنا ما بلغ مستوى الوعي ليمسك مصير قضيته في يده، زعمانا جهلة. آفة البلد ده أن الجهل حاكم، آفة الشرق كله أن الجهل حاكم. الحزب الجمهوري قال مشكلة الشرق مش هي إسرائيل، وأنا أكد لكم هسا على أي لو بأي سبيل من السبل انتصروا العرب على إسرائيل ورموها في البحر يكون العمل ده ضار بالعرب في قضية حقيقة قضية، لأنهم راح ينطلع عليهم الفشل الحقيقي اللي هم منطوين عليه. مشكلة العرب الحقيقية إسرائيل ما هي إلا نتيجة لها، إسرائيل ما سبب مشكلة العرب، إسرائيل نتيجة لمشكلة العرب. زي مسألة الألم، الإنسان المريض بيتألم، الطبيب الجاهل هو اللي بيحاول أن يخدر الألم ويزيله ويخلي المرض موجود، الطبيب العارف بيتابع بالألم مصدر الداء ليستله. الألم دليل على المرض، إسرائيل دليل على مشكلة الشرق. ومشكلة الشرق هي أنه الشرقيين ما بيعيشوا في التاريخ المعاصر، العرب بيعيشوا خارج التاريخ، لهم بيعيشوا ماضيهم من الإسلام الصحيح ولهم بيعيشوا حاضرهم من المدنية الغربية الصحيحة. العرب مشكلتهم أنهم بيعيشوا على قشور المدنية الغربية وقشور الإسلام. إذا كان نحن انتصرنا على إسرائيل بمساعدة روسيا يقول، وده احتمال بعيد، لكن لو فرض أن انتصرنا على إسرائيل بمساعدة روسيا كل اللي حصل أنه المرض الحقيقي اختفى عن أعيننا لنغيره، يبقى الشعب العربي عايش في غفلة. هسا المحاولة الجارية هي أن ننتصر على اليهود بمساعدة روسيا. في الجيش المصري يقال أنه في أكثر من 4000 خبير من صول التمرين وانت طالع روس، كأنما قيل كأنه العبارة بتقول أنه العرب ما بيستطيعوا أن يمرنوا جيوش وأن يخططوا الخطط اللي بينتصروا بها في الحرب، عايزين يستعينوا بالروس. السلاح روسي، قطع الغيار بتاعاته روسية، الناس اللي بيمرنوا العرب عليه روس، يمكن أن تكون القيادات اللي بتخطط روس. بعدين جائز جدا الضابط المصري ما يستطيع أن ينفذ الخطة الروسية زي ما استطاع أن يستعمل السلاح الروسي. يبقى الاتجاه لأن ننتصر بجهة من العمل الماشي عليه جمال عبد الناصر خطأ أساسا. ولو فرض أننا انتصرنا يكون قضيتنا ومشكلتنا باقية، وكل ما هناك أننا عميناها عن أنفسنا، والتعمية هي سياسة زعماء العرب في الحاضر، التعمية هنا عندنا والتعمية عندهم. التعمية عندنا ماشية في اتجاه الدستور الإسلامي، ولذلك نحن نفتكر أنها خطيرة. الموقف السياسي الراهن انتوا شايفينه بالصورة دي، الحقوق الأساسية فيه مهدرة، هي مهدرة في البلاد العربية بصورة أفظع مننا. لو كان الإنسان ما عنده إلا أن يختار بين شرين، أنا أفتكر نحن السودانيين محسودين على حالتنا الحاضرة. نحن السودانيين عندنا ديمقراطية في الدول العربية كلها ما في، أنا أكد لك أنه في إفريقيا كلها ما في. هسا وضعنا ده كناس عندنا فرصة في الديمقراطية، هذا الوضع محسود، وأنا أكد لكم محسود من المصريين بصورة خاصة. البلد ده هسا عملة بالمصريين. أنا أفتكر أحسن نحن نكون واضحين في المسألة دي، في نفوذ مصري كبير، والنفوذ المصري ده ماشي بتغلغل، وأنا أعتقد أنه مهدوا له الناس اللي كانوا صنايع لمصر. كان زمان حزب الأمة هو الدعامة اللي بتمنع النفوذ المصري. السياسة في حركتنا السياسية
حركتنا الوطنية لما البلد كان مقسوم على استقلاليين بين استقلاليين واتحاديين، كانت ميولة للاتحاديين بدت. الناس اللي من جينا نحن بيعرفوا الحكاية دي من الاندماج التام مع مصر إلى الوحدة إلى الاتحاد إلى الاستقلال. المسائل دي اتطورت بالشكل ده، كانت الدعوة إلى التاج المصري الموحد، وكان في حاجة يسمى حزب وحدة وادي النيل، وكانوا في الناس اللي بيقولوا أنه نحن بيننا وبين مصر جدار، نزيل الجدار ده ليتصل الشعب المصري والشعب السوداني، ليكون في وحدة تامة في اندماج تام. الاتجاهات دي كان يقابلها من الجانب الاستقلالي أشد النفور من المصريين وأشد الاتهام ليهم. والحقيقة كانت السياسة المصرية واضحة في زمن الباشوات، كانوا بيقولوا أن السودان هو المجال الحيوي لمصر. المجال الحيوي بمعنى أنه أراضي السودان الخصبة واسعة ومياهه كثيرة والسكان قليلين وأقل مهارة من المصريين، وأنه عدد السكان المصريين كبير جدا ومجاله في الأرض ضيق. فالمجال الحيوي معناه أنه الهجرة المصرية من المصريين للسودان هي اللي بتعطي الشعب المصري فرصة حيوية في استغلال الأراضي الموجودة هنا. وكانوا بطبيعة الحال بيرفضوا أن تكون حكاية السودان حكاية شعب وقطر يستقل. الحركة الاستقلالية كانت شديدة النفور من الوضع ده. وأنا الحاجة لأكد لكم أن السودانيين كلهم ما فرطوا في مسألة الاستقلال ده. كانت في قيادات، القيادات كانت منتفعة، القيادات اللي بتتكلم بالصورة دي كانوا موظفين مصريين تماما وبيتلقوا أموال مصرية. لما جاءت المسألة بتاعت حلايب، لو أنتم تتذكروا مسألة حلايب لما دخلوا المصريين وغرزوا البيرك بتاعه في قطعة من البلاد في الشمال الشرقي فيها نزاع، عبد الله خليل كان الحاكم، عبد الله خليل أدى أوامر بالضرب تمام إذا كان ما ينزعوا العلم بتاعه ويتراجعوا فعلا. في المرحلة ديك ما كان في اتحادي واستقلالي، الشعب السوداني كله هبة في غيرة شديدة أن الأرض دي لازم تكون سودانية وأن المصريين يتدخلوا في المسألة دي يضربوا. حزب الأمة أنا أفتكر ما عنده حسنة أكبر من حسنة الاستقلال دي ومحاربة النفوذ المصري. حزب طائفي أنا ضده على طول المدى، لكن في الوقت الحاضر ضعف، جانب منه مشى مع الناس ومهدوا للمصريين أن يكون عنده النفوذ في البلد ويتدخلوا، والجانب الثاني انعزل ما تحت قيادة قوية، ما استطاع أن يكون معارضة كافية، ولذلك النفوذ المصري أصبح يتغلغل في بلدنا ده بصورة مزعجة باسم الدين وباسم التعليم وباسم العلماء اللي بيجونا هنا. نحن شفنا اطلاعاتنا على قرايات وكتابات ومقالات جهالة واضحة، لكنها برضو استغلال للدين في سبيل التدخل في سياسة البلد ده وتطوع منهم. بيشعروا بأنه جمال عبد الناصر عنده طموحا يبسط نفوذه على البلاد العربية، هم متطوعين اللي يخدموا أغراض جمال عبد الناصر، علماء في الجامعة الإسلامية في المعاهد الدينية هنا، لكن اتدخلوا في السياسة بصورة تستغل الدين لتتدخل في السياسة، ودي برضو حاجة معروفة عن المصريين. البلاد اللي عندها غير على استقلال أبتن، السعودية ما عايزاهن، ليبيا ما عايزاهن، تونس ما عايزاهن لتدخلهم. نحن هسع في بلدنا في تدخل كثير، والتدخل ده ماشي ليمرر الدستور الإسلامي ويحدب على الدستور الإسلامي ويجمعوا وقالوا أنهم مستعدين أن يطلعوا الدستور الإسلامي منصص مما يعرفوه هم من الإسلام، وهو ما هو من الإسلام في شيء. لكن في الحقيقة ماشية المسألة للتدخل فقط وليست للدين إطلاقا، ونحن بنعرفه، نعرف أخلاقه، نعرف كلامه اللي بيكتبوه واللي بيقولوه وأغراض الوراه. أنا بفتكر أنه إذا كان الكلام ده ممكن أن يبلغ المسؤولين المصريين أنه مثل هؤلاء العلماء بنفر السودانيين من المصريين ولا يمكن أن يكون لهم عمل لمصلحة الوحدة مع السودان، لأنهم جهلة ولأنهم مورضين ولأنهم بعيدين من أن يكونوا أصحاب أصالة وأصحاب فكر. ونحن الجمهوريين على أي حال بنواجههم، نحن شايفين المحاضرات اللي بتقام في
الأقاليم المختلفة وشايفين المقالات اللي بتكتب، شايفين أن الرأي العام فتحت صفحات اللي يحرروها الناس دول. لكن أكد لكم أننا نحن جمهوريين رحنا نحيض مناهضة واضحة وتكشفهم كشف كبير، وما بكون في مكسب لجمال عبد الناصر في إيفاد أو الرضا عن كلام يكتبوه مثل هؤلاء الجهلة في بلد مثل بلدنا. نحن السودانيين مهما كان مظهرنا في العطف مع مصر عندما تمس حريتنا كلنا بنقيف وقفة واحدة. كانت في كلمات قيلت عن مثلا زي الدكتور مصطفى كمال وصفي في كتابته، أنا أفتكر أن أنتوا قريتوها، عبد الله رجب قال مجال إصلاحه حقه يكون صفحة الإهرام مش صفحات جريدة الرأي العام. هم عملوا شنو هناك في بلدهم؟ الإسلام الغيورين عليه هنا في بلد يحارب باسم القومية العربية والشيوعية هي المنتصرة في بلدهم. النظام القائم في مصر هسع ماشي مع الشيوعية وهو الفتح البلاد العربية للروس باسم الانتصار على إسرائيل، لغاية ما أصبحوا العرب هسع ما عندهم قبلة غير الروس. نسوا الله، الروس قالوا والروس عملوا والروس رسوا لنا والروس دينونا، لكن العرب ما بينصروهم الروس. والاتجاه القائم في مصر هو الاتجاه اللي معارض للإسلام في الحقيقة باسم القومية العربية، باعتبار أنه الإسلام ما بيجمع الناس لكن العروبة بتجمع. والناس زي الراضين عن الوضع ده هناك، لكن يجوا هنا يورون العطف والحدب على الإسلام، ما هو إلا محاولة لأن يسحبوا البساط زي ما يعتقدوا من تحت أقدام فيصل لألا يستغل الناس باسم الإسلام، عايزين هم يكون عندهم مساهمة في الإسلام. لكن إذا كانوا بينصروا الإسلام يمشوا يقولوه في بلدنا اللي انصروه هناك، مش هناك بس ما معاش، بل الحقيقة أنه محارب باسم القومية العربية. هم ذاتهم يتكلمون أن القومية العربية ما بتنافي الإسلام، لأنه العروبة وحدة اللغة وحدة التاريخ وحدة الثقافة. أي إنسان بيعرف أن العرب في ماضيهم ما كان عندهم أثر في التاريخ، ولا دخلوا التاريخ، ولا حسبوا كأمة كعرب لغاية ما أصبحوا مسلمين. ولا يمكن للعرب أن ينتصروا على اليهود ولا أن يدخلوا في التاريخ من جديد إلا إذا رجعوا بقوا مسلمين، ولا يمكن أن يرجعوا بدعوة زي دعوة القومية العربية اللي بيقوم بها جمال عبد الناصر. القومية العربية في مصر عندها انبثاقات في البعثيين، في سوريا البعثيين بحاربوا الإسلام بصورة مكشوفة لغاية النبي، مش نبي، ساير عربي كل اسم ينتمي إلى الإسلام يغيروا بالعروبة، هوس، جهالة. والحقيقة فتحوا البلاد للشيوعية فقط كل اللي عملوه. إذا كان المصريين هنا اللي بيسمعوا هنا من كلامي ده يمكن أن يبلغون، إذا عندهم غير على الإسلام ميداننا الحقيقة أن يعملوا في مصر حاجة. إذا كان ما قدروا يعملوا في مصر حاجة أحسن يحترموا ضيافة البلد ده لهم. وأنا أفتكر العبس اللي بيعملوه باسم الدين راح يرجع كيدوا في نحورهم. مسألة الحقوق الأساسية مع الوضع السياسي الراهن في خطر كبير جدا، في خطر من التدخل الخارجي، لأنه مجرد وجود نظام ديمقراطي جنوب مصر بالصورة دي كأنما بهدد وضع جمال عبد الناصر، ما بيجعله مريح له. نحن السودانيين لما نزلنا الحكم العسكري كان ذاته إيحاء للمصريين أن يعملوا حاجة ضد الحكم العسكري. نحن في الوقت الحاضر بنستمتع بسلطة من السلطة شعبية من الديمقراطية والحرية، هم ما عندهم دي، بتزعجوا أن يكون البلد ده تحت حكم عسكري أفضل له. النفوذ المصري لو مشى بالصورة دي ما بعيد جدا أن يساند بعض الأغرار من المغامرين أن يقفزوا على السلطة بمساندة المصريين لهم، لأنهم وطدوا لنفوذهم هنا. وأنا أفتكر أن السودانيين حقهم يتنبهوا للمسائل زي دي. الحقوق الأساسية والموقف السياسي الراهن فعلا قضية خطيرة. الناس اللي زينا نحن ما عندهم سند شعبي، ما في غير التزام الحق، مواجهة الحق بصدق، محاولة تنوير الشعب السوداني. نحن عندنا ثقة كبيرة جدا في الشعب السوداني في الله في الحقيقة، لكن عناية الله مودعة في الشعب السوداني بصورة عبر التاريخ تورينا أن نراعيه.
ولذلك كل اتجاهنا هو أن نحاول أن نوضح الحقائق دي للشعب السوداني. نحن بنعتقد ودي عقيدة راسخة فينا أننا نحن ولا أنتم ما بننصر الحق، الحق ناصر الله. الإنسان الخير هو اللي بينصر الحق في نفسه. أنت ما بتنصر الحق لكن بتنتصر بالحق، والله هو الناصر الحق. وفي آخر الأمر الصورة دي بتوضح أكثر مما كانت في ماضيها، لما ربنا قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. دي صورة أوضح منها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كأنه الله ناصر الحق بصورة حاسمة وواضحة. لكن إذا كنت أنت وأنا عايزين أن نكون في الزمرة الناصر الحق، يبقى نتعرض لرحمة الله أن استعملنا استعمال صالح في نصرة الحق. الحقوق الأساسية هي نهي الإسلام. الحقوق الأساسية اللي احنا بنتكلم عنها الإسلام. والإسلام عنده وجهين هسع، الوجه المزيف اللي يمكن أن يستغل به الشعب السوداني، والوجه الحق. الوجه الحق ما في واحد عايزه هسع، لكن هو اللي بنتصر في آخر الأمر. الحق هو اللي بنتصر. الحقوق الأساسية مواجهة بالخطر اللي احنا قلناه. ما عندنا نحن السودانيين، نحن الجمهوريين لها سند إلا أننا نأوي إلى الله فيها، ونتجه إلى الشعب السوداني ليستنير، ليمسك قضيته في يده. الحاجة اللي احنا واثقين منها أنه النتيجة خيرة، لكن قد تعترض عقبة مرحلية. إذا كان الناس الأذكياء اتولوا المسألة دي في تنوير الشعب السوداني، الخطر المرحلي قد يزول، وقد اردوا الناس المعين بدون ما يسيروا في صحراء طويلة. لكن لا بد من المعين، لا بد من الخير إن شاء الله. شكرا. بمحاضرة بالعيلفون عن الحقوق الأساسية. فمحاضرة اليوم حتكون آخر محاضرة هنا في الدار عن الحقوق الأساسية في مهرجان الحزب. والآن نفتح باب النقاش. رحمة الله. في عيد الفطر وبدار الحزب الجمهوري والمدني تحدث الأستاذ محمود عن نفوذ جمال عبد الناصر، وعن أن الخط البياني للسيد عبد الناصر بدأ في هبوط مستمر، وسيستمر هذا الهبوط إن شاء الله. إذا كان هذا الوضع وهذا الحال في مصر، وأن النفوذ الناصري في مصر بدأ يتغلص، أو إذا لم يبدأ في التغلص، فإنه في صورة تشبه التغلص أو بديان التغلص. فعلى أي حال لم يعد النفوذ الناصري بصورة مخيفة في مصر نفسها. فلا أعتقد أن هنالك أي داعي لأن نخاف من تغلغل النفوذ النصري في السودان. وإذا كان الأمر بهذه الصورة، وأن النفوذ المصري سائر إلى نهاية حتمية إذا استمر الوضع في مصر بهذا المستوى، فأعتقد أننا حتى إذا تغلغل النفوذ المصري في السودان فإننا ننتظر نهايته بنهايته في مصر، فلا داعي لأن نغلق. وهذا رأي طبعا، فلا داعي لأن نغلق من تغلغل النفوذ هو في طريقه للنهاية بصورة سريعة. وشكرا. أنه مثل الكلام ده هو أن احنا بنخشاه على المثقفين خاصة. ما معنى الكلام ده إذا حللته في الآخر؟ أنه ما دام النفوذ ده راح يموت موت طبيعي سيبه، هيجوز ياخد حقنة مقوية من سيبك ليه ويعيش سنين تانية. أنا أفتكر أنه الإنسان الماجاد والإنسان الجاهل هو الإنسان اللي بيقلل خطر خصمه
حقه بعد ما يموت تتأكد أنه مات، مش لأنه ماشي على الموت تربع يديك وتقعد ليموت. الأوضاع السلبية دي هي اللي احنا بنشوفها في الشباب المثقف. الحقيقة بنتكلم بمرارة، بنحرق دمنا ليتنبهوا الناس شوية ويسيبوا السلبية دي. أو شوف هالسعزل ده افتتح النقاش اللي يقول شنو بالضبط؟ سيبوا الخطر يموت براو. انت هسع بتسيب رزقك يجيك براو؟ تقدح كل الكدح وتجتهد كل الاجتهاد، ويمكن المبلغ بعد ما يقرب لك ما وضعته في جيبك ولمسته مرتين ما تسيبه. لكن هنا معلش، انا افتكر انه مثل الاوضاع دي لازم تتغير عند الشباب السوداني. شوف الشعب القاعدة مضللة تضليل تام. اذا كان المثقفين ما يعملوا زي ما قلت لكم، ما يعملوا مجهود وتأثير اكبر من نسبتهم حتى يكون تأثير المثقف يوازي 100 من العامة، ما ممكن الكفة ترجح لمصلحة الوعي، لأنه في ناس مكتلين وجاهزين وبتحركوا بالإشارة ليعملوا الأشياء دي أكثر من الناس الواعين. حتى نحن في كلامنا ده ما بنستطيع أن نصل لهم هناك لنقوله، لكن بنركز على نحن عندنا الكيف. إذا ارتفع بيكون أكبر من الكم. الكيف معناه أنه الناس اللي بيفهموا هم اللي بيأثروا على مجريات الأشياء، لكن على أن يتنبهوا ويكونوا حساسين ويكونوا إيجابيين مش سلبيين. الكلام القيل عن أنه جمال عبد الناصر نفوذه ماشي في تنازل، ماشي في تراجع، ده كلام علمي وكلام واضح وحقيقة هو، لكن ده مش معناه أنك أنت تسكت عن النفوذ المصري القائم هنا. جايز جدا نظام مصر لما يتغوض من هناك ينبعث نظام شبيه له هنا بمساندة المصريين لانقلاب جديد. أنا على أي حال ما بستطيع أن أقبل الكلام ده من السيد إطلاقا. أنا أرجو أنه يوزنوا في نفسه قبل ما يقولوا، وخاصة دي كانت أنا أفتكر ده كان سوء استهلال للمناقشة، كان حقه يخلي لما الناس يفتروا شوية قبل ما يبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم، صلي وسلم على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله ومن دعا بدعوته وسار على منهجه القويم. تحدث المحاضر وأساء أن يتحدث متخوف من نفوذ المصري، وأساء أن يتحدث أشخاص معينين عن الإسلام، ثم قال أن الإسلام لا يحتاج إلى نصرة هنا، بل الواجب أن ينصروه هنالك في بلادهم، وذكر كلاما لا أريد أن أعيده، وهذا كلام صحيح في بعضه. ونفترض أن هؤلاء، بل هو الشيء الصحيح والمعقول، أن هؤلاء العلماء المصريين مغلوبون على أمرهم في مصر، بل منهم من تحدث عن الإسلام، من قاد المظاهرات، من تحدث عن الإسلام هنا في السودان وفي الجامعة الإسلامية وفي محاضراتهم، ومن بين الإسلام وعاد لنا الطمأنينة والعزة بأن في استطاعة الإسلام أن يحرر النفوس، وفي استطاعة الإسلام أن يعيد لهذه الأمة ميدها. قاد المظاهرات والمواكب وكتب بما كتب وبين خطر القومية العربية، وهذا كله صحيح. وإذا كان الأستاذ المحاضر لا يعجبه هذا الكلام، فقد قتل من العلماء المصريين من الأربعينيات وهو في ذلك سياسي معروف في ذلك الوقت، قتل حسن البنا وقتل سيد قطب وقتل عبد القادر عودة، كل هؤلاء قتلوا ولم نسمع من الأستاذ استنكارا، فنرجو أن يوضح ذلك الأستاذ. شكرا. أن الإسلام ما محتاج لنصرة هنا، هو بيرى أنه ده رأي صحيح. إن كان بيراه صحيح أنا ما قلته برضو. أنا قلت أنه الناس دين ما بينصروا الإسلام، هم عايزين يطوعوا الإسلام ليدخلوا به في البلد ده لمصلحة النظام القائم في مصر اللي هو سماه غالب على أمره. ده الكلام اللي أنا قلت، ما هم مغلوبين على أمرهم، متطوعين ليخدموا النظام القائم في مصر، وما بيدعوا للإسلام هنا، بيشوهوا الإسلام في تدخل سياسي، ما عندهم الغرض ده.
وينعادوا لكم الكرامة في الجامعة المصرية، الجماعة اللي بيكتبوا بالصورة اللي احنا شفناها، انا افتكر ما عندكم كرامة لا في الماضي ولا الحاضر. لا يمكن ان يكون الكلام ده بعيد كرامة لإنسان. اذا كان انت من الجامعة الإسلامية، او يمكن ان يكونوا في طلبة هنا في الجامعة الإسلامية، نحن وجهنا لكم خطاب في كتاب الردة، ناس بيدرسوكم الدين والأخلاق بيشوهوا بصورة واضحة في النقل يتهموا ناس آخرين. عملتوا شنو انتوا الطلبة المصريين، طلبة الجامعة الإسلامية اللي عادوا لكم الكرامة الناس اللي بيكتبوا بالصورة اللي احنا بتكلم عنها؟ أنا ما أفتكر أن الدين هسع بيدرس للدين ولا للأخلاق، بيدرس للوظائف، وانت حريص على أن تتخرج لتكون عندك دبلومة لتشتغل. بقى عادوا لك الكرامة في الناحية دي جائز، لكن في الأخلاق وفي اعتبارات الدين ما بيعيدوها. مسألة قتلوا ناس باسم الإسلام، قتلوا ناس باسم التنظيم السياسي، استحلوا الاغتيال اغتيلوا، ما عاد نحن استنكرناهم. أنا أفتكر أنت جايز تكون طالب لسه، أو ما عاصرت المسألة دي من أولها. نحن من حسن البنا ما عنا معاصرنا، ما في حاجة فيها مناصرة للإسلام ولا إسلام. من حسن البنا وانت جاي تنظيم بيستغل الإسلام، انبساقاته موجودة الآن، فتنة عايزة مجهود كبير لتتغير. أنا أفتكر أنه أنت اللي تتكلم عن مسائل الإسلام بتكون عايز معرفة عميقة بالإسلام. مش كل داعية للإسلام داعي للإسلام، مش كل كلمة قيل فيها الإسلام كلمة حق وريد بها حق. الإسلام في البلد ده محتاج لنصرة، ده كلام لا يمكن أنا أن أقول غيره، لكن بنصروه الذين نصروه في أنفسهم أول، طبقوه واستقاموا عليه، بنصروه لاستقاموا مش القالوا. والناس اللي انت شايفهم ما هم مغلوبين على أمرهم في مصر، ما عملوا حاجة ليغلوا فيها على عمرهم، لكن عايزين يثبتوا خدمة هنا لمصر لتمد لهم إقامة هنا، لأنه بيعيشوا في بلد فيه حرية. الحرية دي عايزين يسيئوا استعمالهم، ما رعوا حق رعايتها، هم هناك ما عندهم حرية ولا جاهدوا لتكون عندهم حرية. الأزهر له أكثر من 1000 سنة في مصر. أكثر في مصر بشنو؟ لتعتبر له قديم زي الحال جدع في الحقيقة على كلام المتحدث الأول والمتحدث الثاني. أولا لا إطلاقا العقل الإنساني ما بيسمح أن تكون هناك في دعوة اسمها ناصرية، لأن ما فيش دعوة في الدنيا بتقوم على الفردية. ممكن نقول الماركسية كفلسفة، والميول الفلسفي ما بتوجد عند كل إنسان. الحاجة الثانية على الوضع القائم في الجمهورية العربية المتحدة المعروف ومن البديهيات أنه في فراغ سياسي، والفراغ السياسي يكون ناتج لعدم الصلة بين القيادة والقاعدة. الفراغ السياسي لا يمكن أن ينتهي إلا أن يكون هنالك مذهب معين أو نظرية فلسفية معينة يسير عليها الوضع في الجمهورية العربية المتحدة. وبالتالي نحن ما نتوقع من النظام الناصري دور الحالي أو نظام عبد الناصر الموجود في الجمهورية العربية المتحدة يمشي خطوات أكبر إلى الأمام. النقطة الثانية بخصوص الأخ اللي استنكر اللي هو استنكاره لمقتل سيد قوم. الواقع أنه أي نظام ثوري بيحارب أعداءه، وأي إنسان بيدعو لنظرية معينة أو بيدعو لوضع معين فبينتهي الفرصة إلى تنفيذ وضعه. فالشهر شاهد من أهل وضع سيد غوث فقد غال حدحوت وبلسانه لو كنت على حق لم تصر. فإذا كان حدحوت من ضمن منظمي تنظيم الأخوان المسلمين في الجمهورية المتحدة في الجمهورية العربية المتحدة وهو يشهد بذلك، فما بالنا نستنكر مقتل سيد غوث. أما بخصوص الجامعة الإسلامية، فالجامعة الإسلامية كما توضح الحقائق إنما هي إلا نظام فيصلي تصرف عليها المملكة العربية السعودية. فإذا كانت المملكة العربية السعودية حاذبة على نشر التعليم في السودان، كان من البديهي أن تساعد جامعة
عن جامعة الخرطوم ولا تسعى إلى ثنائية التعليم الذي لا يخدم تطور هذا البلد الاقتصادي. الواقع أتيت هذه المحاضرة متأخرا وإن كنت أسف على ذلك رغم حرصي الشديد جدا جدا. الواقع الحديث الذي أثير قبل أليها في هذا المنبر أثارني إلى حد. النقطة الأولى نقطة الأسهر التي أثارها الأستاذ محمود محمد طه وذكر أن الأسهر لم يقدم شيء. والنقطة الأولى هي نقطة الأخ المتحدث الناصري الذي وقف قبل أليها هنا ثم ذهب وجلس في مكانه. أما بخصوص نقطة الأستاذ محمود مع احترام شديد جدا جدا لرأي الأستاذ محمود أن الأزهر لو لم يقدم شيئا لكفاه أن حفظ وجها أو حفظ شيئا يقيم الأستاذ اليوم على أساسه فلسفة ودعوة جديدة بغض النظر عن أن أتعرض لجمال الدين الأفغاني وما قام به في مصر حتى أخرج من مصر ثم تخطيطات الاستعمار المختلفة ضد الأزهر وضد فلسفة التعليم فيه. ثم نأتي إلى الجامعة الإسلامية وأنا طالب فيها وأتشرف بالانتسال إليها. في الواقع فيصل لم يقدم للجامعة الإسلامية منحة تقوم على أساسها وإن كانت الجامعات في مختلف المدن والدول المختلفة لا ترفض أي معونة تأتي إلينا من قبل أي إنسان وجامعة الخرطوم تأتيها معونات من الدول الغربية الدول الاستعمارية التي لا شأن لها فيها وهي تقبل هذه المعونات بحكم أنها مؤسسة علمية. والجامعة الإسلامية لم تقم لتخدم فكرة فيصل أو فكرة علان أو فكرة فلان. الجامعة الإسلامية قامت أساسا نتيجة لفشل الأزهر وفشل الجامعات في البلاد العربية بما فيها جامعة الخرطوم في السودان هنا فشلت لأن هذه الجامعات لم تخرج لنا أجيالا يحملون في رؤوسهم فلسفة معينة عن الحياة والكون والإنسان ثم يقودوا عن طريقها الجماهير. هذه الجامعات لم تخرج إلينا عبر العصور الطويلة إلا الموظفين فقط ولذلك هي جامعات يتخرج منها الطالب ولا يحمل في رأسه أي فلسفة للكون والحياة والإنسان. من هذا المنطلق قامت الجامعة الإسلامية. وقبل أن يطلق الأخ المتحدث كلامه فكنت أرجو منه أن يتأكد أولا ثم بعد ذلك يطلق حديثه. فالجامعة الإسلامية تقوم على أساس جديد إذا كان هنالك يدرس الاقتصاد في جامعة الخرطوم اقتصاد ماركس وغيره وغيره هنا يدرس اقتصاد ماركس وتسنف كل قوانينه ثم يقام على هذا الأساس اقتصاد جديد. وإذا كان هناك تسنف نظرية دوركايم في الاجتماع ونظرية أوتشيكون فهنا تقام نظرية جديدة. وإذا هنالك تفند نظريات القانون فتدرس نظريات القانون هنا تدرس وتفند وتقام على هذا الأساس نظرية جديدة. وهكذا في التجارة والمعاملات ومختلف العلوم من هذا المنطلق وعلى هذا الأساس قامت الجامعة الإسلامية حتى تعيد للدول العربية كيانها المسلوب. شكرا. قال اني انا قلت انه الازهر ما قدم اي شيء وده طبعا تحوير لكلامي اللي يجي الرد على انه الازهر يكفيه ان يحتفظ كان عايز يقول يحتفظ بالتراث الاسلامي. انا كنت اعلامة كان قال اثر الازهر على مصر ما الدين مش كتب الدين مش علم مصيره في الشوارع الدين اثر على حياة الشعب. فتعالي كان حد يواجه الدستورة دي ايه الصبغة المصرية في الاسلام اللي جاية من الازهر. هل مصر ما متأثرة بالغرب مع وجود الازهر فيها 1000 سنة؟ هل استطاعوا الازهريين ان يصبغوا القرى ولا المدن الريفية بالاسلام باي صبغة من الصبغة؟ اما كون الازهر عنده كتب بيحفظها ومكتبة كبيرة وكتب بيعيد نشرها انا بعرف الكلام ده. اذا كان هو كل ما عايزه من الازهر يبقى انا كنت منتظر ان يعتقد ان الازهر
أجدر بعمل أكبر منه. ثم لأنه في الحقيقة ما بيعتقد في الأزهر حاجة، قال الجامعة الإسلامية قامت بفشل الأزهر، لأنه الأزهر فشل. فشل في شنو؟ في آخر كلامه وافقني على الكلام النبوي في أول أمره. ثم الجامعة الإسلامية قامت لفشل الأزهر، فيها كم أستاذ من الأزهر في الوقت الحاضر؟ الأستاذ بفشل الأزهر جول يرد في الجامعة الإسلامية؟ قال في رد على السيدة اللي كانت تتكلم قبل شوي، ونحن ما شفنا ضرورة للتعليق على كلامه. قال انه المعونات اللي تلقاها الجامعة الإسلامية من فيصل، السيدة المتكلم قال إذا كان فيصل بهم التعليم في السودان ليه ما عن جامعة الخرطوم؟ برضه قال هو إياك السؤال الدكتورة دي، كأنه السائل اللي قال الكلام ده عايز يقول أنه فيصل عنده غرض سياسي في قيام الجامعة الإسلامية مش التعليم، والغرض السياسي هو استغلال الدين زي ما هو الوضع عنده هنا. ثم قال إذا كانت في الجامعة الخرطوم بتفند بتدرس النظرية المعاصية بتفند في جامعة الخرطوم في جامعة الإسلام الجامعة الإسلامية في درمان ليقام نظام جديد، ثلاث مرات قال لنا النظام الجديد. هو شنو النظام الجديد؟ ما عنده فرصة ليقول لنا النظام الجديد شنو هو؟ أنا ما أفتكر أنه أنت تقدر تدافع عن الجامعة الإسلامية، أنت معاها بعواطف تمام، لكن هي الجامعة الإسلامية لغاية الآن معهد درمان العلمي. إذا غير الصورة والاسم وجابوا لها علم من الخارج في الحقيقة جاهلة. نحن متابعين كلامه، وأنا أكد لكم نحن راح نفند في كتب كلامه اللي بنشوف في الصحف اللي سودوا دور صفحات الرأي العام كلها. ما هو كلام يوجد للناس فلسفة جديدة، بل الحقيقة الفلسفة القديمة ما عرفناها، والفلسفة العصرية القايمة ما عرفناها. فإذا كان هو بيعلموا ناسه قشور الإسلام وقشور الفلسفات الغربية الحاضرة، يبقى أي مستوى من الجامعة راح تخرج من الطلبة راح تخرج من الجامعة الإسلامية؟ موضوع الجامعة الإسلامية بيحتاج إلى عمل كبير، ولا بد أن يجي الوقت اللي توضع في موضعها، وموضعها هو تصفيتها في الحقيقة. ثنائية التعليم مش راح تستمر، دي حاجة مؤكدة، مش راح تكون هناك مصلحة للشؤون الدينية في بلد أصله مسلم. لما كل الناس تكون الشؤون الدينية مصلحة الشؤون الدينية جامعة الإسلامية، وده كله ثنائية في التعليم ما دائما إلا على هدف تملبهم عقول طلبتها ليفتكروا أنهم عارفين الدين، ويجد في الآخر أنهم سعاد لمناطق الأزهر من الصور القديمة المسخ ليمشي. لا هو الآن مدرسة غربية ولا هو مدرسة شرقية، لا هو الأزهر القديم اللي قايم على نصوص الدين بالصورة دي وناس مقتنعين بلقمة العيش اللي بيلقوها، ولا بلغوا أن يكونوا غربيين لينافسوا الجامعة المصرية. الجامعة الإسلامية بالصورة دي وأقل من الصورة دي. وأنا أفتكر أنه إذا كنت أنت تفتخر بانتسابك للجامعة الإسلامية، أنا عايز أقول لك الحكاية اللي قلتها للطالب قبل الدنيا تفكر فيها مع إخوانك. في كتاب الردة في علماء تدرسوك الدين وتدرسوك الأخلاق، بزيف المنقول بصورة مخزية، ونحن وضعناها قدام أنظاركم ووجهنا لكم الكتاب ده في خطاب وفي هدية لكم، ما شعرنا بأنكم أنكرتم. أنا أكيد لك أن مثلا الحكاية دي في طلبة مدرسة من المدارس المدنية اللي كانوا اعترضوا على الأستاذ ده وأحرجوهم. أنت تدرس الدين بدرجك يا أول إنسان ولا عنده دين ولا عنده أخلاق ولا عنده فكر ولا عنده الإنسانية بيتبعوها من الشارع، وأنت بتجي تحت أقدامه عشان تطلع بعدين مشرف للبلد دي مثالية جديدة. صغيرك أخوك لو أنطقوا حملوك فوق رؤوسهم وتخيروك لمجدهم عنوانا، إن كان هذا المعنى قيل لمخصوص أو إن حصر هذا المعنى في الخصوص فليشمل الآن العموم.
السؤال الذي أود أن أتوجه به للأستاذ، إذا اتضح لنا أن هؤلاء القوم الذين أتوا من مصر لبث الفكر الإسلامي ما هم إلا أناس يزيفون الحق، وما هم إلا أناس ينطقون بما لا بشيء لا يضمرونه في صدورهم أو ما تكنه صدورهم، هل هذا المعنى قائب على العلماء هنا؟ وهل هذا المعنى أيضا ليس بواضح لرجالات الحكومة والرجال الذين متبنين شأن هذا البلاد، أم أن زي ما بقول المثل عين الحامل طرشة؟ شكرا. أنا أفكر أنه الناس اللي فتحوا المجال ده للنفوذ المصري بالصورة اللي المسؤولين يعني فتحوا البلاد للنفوذ المصري، وأنا بسجل المسألة دي عليهم، نحن جمهوريين من المؤكد أنه سنعتقد أنه بيجي وقت بيحاسب الناس عليه في أي تصرف سيء ضد البلد. الناس المهملين الناحية في الوقوف ضد النفوذ المصري ناس منتفعين للمصريين عليهم يد قديمة ما بيستطيعوا أن يعرضوها. في ناس عندنا ولسوء الحظ برضه واحد يقول أن احنا عندنا عمدة الأجنبي، إذا كان جاء الأجنبي خصوصا إذا كان أبيض بنفتكر أنه عالم، بيكون عندنا استعداد لأن نكون له تلاميذ. جانا مثلا بلدنا دعا نزار قباني، نزار قباني الشاعر، أنا أفتكر عندنا شاعر هنا يمكن ما يقدر أن يدافع عنه في مظهر الشعر في الأدب في الأخلاق في أي قيمة ما أفتكر بيدافع عنه، لكن في الدين قول الواحد هو ساعد الدين بتكوينه بطبيعة تفكيره. نزار قباني في شعره قال إن الله مع الصابرين، دي نحن ما عايزينها، هو بيفتكر أن هذه يعني فزلة الفلسفة، معناها شنو؟ أن المسلمين بيبقوا اتكاليين خالص، لازم يسيبوا إن الله مع الصابرين ليحقدوا ما يصبروا، يفتكر دي التربية اللي بتسترد للشعب العربي مجده. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، دي قلناها كثيرة، نحن أحسن نقول إنا راجعون لفلسطين بسلاحنا البندقية. وأنا أقول لكم أنه ده إما أن يكون هو مزيف في تفكيره في أخلاقه في قيمه، أو أن يكون عايز له شهرة جديدة في تمليق عواطف الشعب العربي في الوقت الحاضر ليرتفع برضه. جابوا بلدنا هنا وجرينا وراه وحللنا له وقبلنا له. جانا مفكر في مستوى معين مالك بن نبي، الجمهوريين حاولوا يتصلوا وعرفوا قيمه، لكن هنا قامت البلد كلها وقعدت المفكر المفكر وكتب عنه الصحف. تفكيره شنو؟ ما في حاجة، خطيب من الزركشة والفيل. نحن عندنا طيبة، الشيخ العبيد أنا أفتكر بمثل الشعب السوداني في أخلاقه. الشيخ العبيد قال اللي بيقول لك أنا أقول لي أنت، واللي بيقول لك شيخ أقول له خلاص. أنا أفتكر إن إحنا مطبقين أدب صوفي رفيع، لكن إحنا مطبقين حتى خارج التصور. إحنا افتكرنا أنهم دول مشايخ ودينا لهم حيران. العلماء من هنا شاعرين بكفورنا الحقيقي أمام المصريين، قايلين أنهم عندهم شيء، أي حاجة يقولون المصريين يفتكروا شيء. المصريين ده شيء كثير جدا من تحدي شعور الناس، بل مش في حرية للأذكار، يمسكوا الميكروفون ده يخرج الحرية بدوره. لاعتبار أنه الناس بيسمعوا له ويفتكروا أنهم تلاميذهم وما في حاجة يراعوهم. لكن الشعب السوداني في الآخر بيجي يظهر لكرامته. الشعب السوداني راح يعلم الناس أن بيستغلوا طيبته، أن استغلال طيبته ما مأمون العواطف. إذا كانت الحكاية في الإجابة على السؤال ده، هل الناس دي عارفين المسألة دي أو ما عارفينها؟
هم بين عارف وما عارف، والعارف منتفع في المسألة دي وعنده يد عليه طويلة وما يستطيع يرفع عينه ليه. الما عارفين هم الأكثر. إن جيت لجانب العلماء ما عارفين. علمان الواحد لما نجي من الأزهر يسمى الأزهري. يبقى كيف يرفع حاجه على عالم جاي من الأزهر؟ هو تلميذه الأزهر. أنني لم أستطع أن أوفق بين فكرتين. فكرة أن ينصر الإسلام هنا السعوديون بحجة أو بغرض القضاء على القومية العربية. ثم هناك فكرة أخرى وهو أن يرسل إلينا جمال عبد الناصر أو أن يساعدنا جمال عبد الناصر يقوم يريدون أن يبثوا الفكرة الإسلامية هنا وأن يقوضوا الحلف الإسلامي أو المؤتمر الإسلامي. وكل ما أرجوه من الأستاذ الكبير أن يوضح لي، لأن كل ما أريده هو التوضيح، لأنه يبدو أن هنالك تناقضا بسيطا لا أستطيع أن أفهمه. لكن أنا ما أسأل عنه لأنهم بيعتقدوا أنه في الاتجاه ده بيدعوا فعلا للنفوذ المصري هنا، مع أنهم ما بيستطيعوا هنا أن يدعوا للقومية العربية السكر، لكن اتجاه العواطف الإسلامية ممكن يستغلوه هم. ثم نحن بنكون مدينين للتعليم المصري وللعلماء المصريين وبكون نفوسنا مهيئة لأن نتقبل منهم الأوضاع بتاعهم. أنت بتشوف التناقض اللي قايم بأنه عمل مثلا يدعو له فيصل في مسألة الحلف الإسلامي،